الخير وصباح الصحة والسلامة عليكم مستمعينا الكرام فيما كنتم. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. الموعد اليوم إن شاء الله غادي يكون رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني، متخصص في العلاج بالمواد الطبيعية. وبعد ما كنا تكلمنا الأسبوع الماضي تحديدا في الحلقة دي اليوم الأربعاء مع الدكتور عبد الله مرتقي اللي هو طبيب متخصص في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر، كنا تكلمنا على المشكلة ديال الجفاف أو اللانشوفية، وتكلمنا عليه كمشكل عضوي وعلى علاقته بزاف ديال المشاكل أخرى، وكيقدر هو يبان فقط كواحد من الأعراض. اليوم إن شاء الله غادي نمشيو الجانب آخر، غادي نتكلمو كيف ممكن يفيدنا ما هو طبيعي في علاج مشكل الجفاف أو اللانشوفية، سواء اللي كتكون على مستوى الشعر أو للبشرة. كذلك غادي نجاوبو على مجموعة ديال التساؤلات اللي كنت وصلت بها من عديد من المستمعين الكرام والمستمعات، مثلا كيفاش نقدروا نفرقوا ما بين زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر، كيفاش نقدروا نفرقوا بيناتهم، واش ممكن نستعملوهم في المشكل ديال النشوفية اللي كتكون في الوجه أو لا. كانوا مستمعات أخريات اللي كانوا سولوا كذلك على المسألة ديال الزيت البلدية، واش كتفيد في الحالة ديال النشوفية في الوجه أو لا، لأنه كانت مستمعة اللي قالت باللي جربات زيت البلدية مرة الوجه ديالها وحسات باللي النشوفية بانت عندها أكثر. علاش؟ فإن شاء الله هذا سؤال غادي نطرحوه اليوم على الدكتور عبد الخالق الرمضاني، وتسنى الإجابة سعاد هي اللي كانت بعثت بهذا السؤال. غادي نجاوبوا كذلك على مجموعة ديال التساؤلات اللي هي متعلقة ببعض الخلطات اللي كنستعملوها للشعر، اللي منهم مثلا الحنة، واش كتفيد بالنسبة للشعر الناشف أو لا، لكي خصنا نتخلو عليها. فإن شاء الله هذه الأسئلة كلها غادي نسمعوا الإجابات عليها في الحلقة ديال اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني متخصص في العلاج بالمواد الطبيعية. مرحبا باتصالاتكم وبتساؤلاتكم دائما على 05 22 46 50 51 أو 52، كذلك 05 22 88 00 60 61 أو 62. غادي نتوقفوا مع فاصل قصير وراجعين دائما معكم في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. الاستقبال ديال المكالمات ديالكم غادي يبدأ من الآن، فممكن أنكم تصلوا وإن شاء الله تمروا معنا على الهواء مباشرة، نستقبلوا الاتصالات ديالكم، المكالمات والتساؤلات، بشرط فقط تكون عندها علاقة بالموضوع ديال اليوم باش نعطيو الحق ديالو إن شاء الله، اللي هو خاص بمشكل الجفاف والنشوفية اللي كتكون على مستوى الشعر والبشرة، وكيف ممكن نستفدوا من علاجات طبيعية أو لمواد طبيعية اللي كتكون مثلا متوفرة عندنا في الدار أو لم توفر عندنا في الكوزينة. وكيبقى السؤال المطروح، واش غادي نستفدوا منها أو لا لا، أو لا غادي تقدر تفاقم لنا المشكل أكثر. فخليكم معنا إن شاء الله، الحلقة ديال اليوم غتكون مفيدة بزاف لكل الناس اللي عندهم هذا المشكل وكيعانيوا منه كيف ما قلنا، سواء على مستوى الشعر أو لا البشرة. بعد لحظات وغادي يلتحق بيا الدكتور عبد الخالق الرمضاني إن شاء الله باش يجاوب على كل تساؤلاتكم. فاصل وراجع. ورجعنا دائما على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم صحة وسلامة. مرحبا باتصالاتكم دائما وبمكالماتكم وبتساؤلاتكم الخاصة بموضوع اليوم. غادي نتكلموا على المشكل ديال الجفاف أو اللانشوفية اللي كتكون على مستوى الشعر والبشرة. فمرحبا باتصالاتكم دائما على 05 22 46 72 50 51 أو 52، أو على 05 22 88 00 60 61 أو 62. غادي نمشيو باش نستقبلوا المكالمات اللي معنا، ونبداو بأول اتصال السعدية على الخط من مدينة مراكش. صباح الخير سعدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفاف وشكرا للدكتور على النصائح اللي كتقدموا لنا. العفو سعدية، مرحبا بناس مراكش، اهلا وسهلا. شكرا، الله يجزيك بخير. بغيت نسول الدكتور على انا خصان في هذا القطة ديال الخريف، تتكون الجلدة ديال وجهي ناشفة. ايه. تكون فيها بحال قشرة. ايوه، وهذا هو الامر اللي خلانا باش نتكلموا على هذا الموضوع في هذا الوقت هذا فعلا السعديه، لانه في الخريف بزاف ديال الناس الطبيعيه أيوة. وتهرب من هذوك المواد يعني نعم. اللي فيها مواد كيماويه ولا مصنعه، بغيت شي مواد طبيعيه اللي ممكن تستعمل. الله يجزيك نعم. واخا شحال في العمر ديالك السعديه؟ عندي 50 سنه. واخا كيبان عندك المشكل غير في الخريف صافي؟ غالبا نعم غالبا. واخا نجاوب على سؤالك ان شاء الله. الشعر يعني الجاف ناشف تيتقصف، بغيت نعرف يعني كل وحده كتنسحك بهذه وهذه وهذه. نعم. نعرفوا من الدكتور اللي عنده تخصص يعطينا شي نصيحه. أيه. ما كتستعمليش الصباغه للشعر ديالك؟ المشكل الشعر تيكون ناشف جاف. نعم. ما كتستعمليش الصباغه للشعر ديالك السعديه؟ لا لا نهائيا. واخا ان شاء الله نجاوب على اسئلتك وشكرا. العفو وشكرا لك السعديه، كنتي معنا من مدينه مراكش. ناخذ معنا هذه المره اسيه على الخط من مدينه فاس. صباح الخير اسيه. صباح النور اختي. اهلا وسهلا. كده لاباس؟ الحمد لله أسيا. كده الدكتور لاباس عليه؟ الحمد لله. هو لحظات وغادي يلتحق بينا. كنت هذه الإذاعة بزاف والله إلا كنستافدوا منها مزيان. مرحبا بك أسيا، أهلا وسهلا. بزاف. العفو مرحبا. كنت نسول الدكتور الله يخليك. أيه. عندي الجسم ديالي كينشف ليا بزاف. نعم. والشعر ديالي كيطيح.
شحال في العمر ديالك اسيا؟ 30 سنه. واخا في الوجه حتى هو عندك نشوفيه يعني في الجسم ديالك كامل؟ لا وجهك لا؟ لا لا وجهي دهني وشعري دهني، ورغم اني قبل ما نتزوج كانت بشرتي حتى هي كلها دهنيه. ايوا تزوجت وحملت ولدت تبدلت غير الجسم ديالي وتنعاني منه بزاف. ايوا واخا الا ما خديتش كريم من لا فارماسي ولا هذا ما نقدرش. نعم ضروري ندهن. وعندك هذيك العاده لانك كدهني بالعكس مزيان يعني كدهني الجسم ديالك. كناخذ ضروري ما نقدرش ندهنش كنحك فهمتي. ايوا بغيتي تعرفي شي حاجه طبيعيه تقدر تعاونك؟ الله يجزيك بخير. وبغيت دكتور بغيت الرقم ديال الهاتف ديال الدكتوره اماني عامر الله يجزيك. نعم واخا ما تقطعيش اسيا وفاء مشكوره ترجعك لعند السميحه ستوندار وطلبي الرقم اللي انت بغيتي على الراس والعين. شكرا لك اسيا توصلتي معنا من مدينه فاس. غادي نبقاو في فاس دائما ونستقبلوا معنا هذه المره من بعد اسيا خديجه. اهلا وسهلا بك خديجه. وعليكم السلام الاخت عفاف الجميلة. مرحبا بك خديجة أهلا وسهلا. هذه أول مرة كنتكلم معك أختي. إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. مرحبا بك. أبدا أنا دوم كنهضر مع الحاج الطيب قريبا الله يكرمكم ويكرم إذاعتكم. يا رب يا رب آمين. وسلمي للدكتور اللي معاك الله يكرمه. شكرا اللي كتعطيونا. شكرا جزيلا. ندوي اختي على عيني شفو من الدمعة يعني كندير واحد البوزيك واش ما كايناش شي مساعدة والجنة في الوجه وداك الصغب اللي الشعر اللي كيكون زايد. اييه عندك نشوفيه في العينين؟ يعني ما شفتيش نوفطالمو ولا الطبيب ديال العينين خديجة على هذا المشكل؟ لا عطاني مع انا ما كنشوفش راه غير مرغوف عندي. ولكن سمحي لي واش عندك غير الشوف ناقص ولا عندك مشكل في العينين ديالك ما كتشوفيش؟ الجفاف بالعين انا هكا تولدت بعيني ما كنشوفش بزاف ولكن الجفاف العين مشيت عند الدكتور عطاني واحد الجيل ديك التقطيره عطاك دوك الدموع الاصطناعيين عطاك الدموع الاصطناعيه؟ ايه عطاني وحده. ايه هذيك هي هذيك. نعم كنديرها الحمد لله بخير وعلى خير. عندك اخيتي الشعر اللي ضعيف كانت واحد الاخت دارت ديك قولي انت الحصص ديال الشيميو. ايه ومن تما واخا خلف لها الشعر ما خلف لهاش بزاف بقى ضعيف. ايه يعطيك السر. عندي انا جفاف الوجه هذا هو اللي كنعاني منه وداك الشعر اللي تيجينا فوق شنقول لك حدا الشوارب ديالنا. ايه الشعر الزائد هذا هو والله يكرمك ما تعرفش قداش انت عندي عزيزه. شكرا لك خديجه والله العظيم وانتم اعز. شكرا لك خديجه تواصلتي معنا من فاس ان شاء الله وغادي تاخذي الاجابات على كل التساؤلات اللي طرحتي اليوم. شكرا جزيلا لك خديجه تواصلتي معنا من فاس. اذا غادي نمشيو باش نجاوبوا على التساؤلات اللي كنا استقبلناها ونرجعوا ان شاء الله ناخذوا باقي المكالمات. مازال نستقبلوا معنا ان شاء الله ميلودا من بني ملال فاطمة الزهراء من مراكش ومازال باقي الاتصالات. صباح الخير دكتور عبد الخالق الرمضاني اهلا وسهلا بك معنا. تحية لك تحية للطاقم المجموع تحية لجميع المستمعات والمستمعين. شكرا جزيلا. كيف ما سبقت الإشارة في البداية ديال الحلقة الأسبوع الماضي كنا تطرقنا للمشكل ديال الجفاف والنشوفية مع طبيب متخصص في الأمراض الجلدية مشكورني هو الدكتور عبد الله مرتقي وكان عطى مجموعة ديال النصائح وكنا تكلمنا على بعض المشاكل اللي كتكون عضوية وكتخلي هذه النشوفية كتبان. من بعد جاو تساؤلات كثيرة ديال المستمعين كرام اللي هما كيسولوا واش كاين مواد طبيعية أو لا كاين شي عادة مثلا اللي كنقدروا نديروها وتجنب بنا هاد المشكل ديال النشوفيه فحال مثلا ما كانش مشكل عضوي او لا بحال مثلا كنتكلموا دكتور عبد الخالق الرمضاني على ناس اللي كيكون عندهم هاد المشكل موسمي يعني كيقول لك انا الصيف كندوزو مزيان مثلا البدايه ديال فصل الربيع حتى هي كتكون مزيان عندي مشكل في الخريف وفي الشتاء القشور مثلا كيبانوا في الوجه القشره كتبان مثلا في الشعر. فغادي نمشيو باش نبداو باول سؤال كان من عند السعديه 50 سنه كتعاني من النشوفيه ديال البشره بغات شي نصيحه من عندك بالنسبه للمواد الطبيعيه شنو تقدر تستعمل؟ هي اول حاجه يعني كاين ربما كيكون بعض العادات كما ذكرنا بلا ما ندخلوا فيما هو حيت ملي كنهضروا على البشره ناشفه يعني تقدر تكون من الاصل جات وما كتقدر تكون ثانويه يعني من بعد واحد المشكل صحي اللي كاين فيه واحد العدد كبير من المسببات كاين مشاكل داخليه كاين مشاكل اللي عندهم علاقه مثلا حتى مع نقصان في بعض المواد لا الحديد مثلا يعني ولكن حنا المساله اللي غناخذوا عليها هي فاش كتكون اللي غنتناولوها بالاخص اليوم هي فاش كتكون اسباب اللي هي تابعه لبعض الممارسات اللي كتكون غير لائقه ديالنا لبعض الاخطاء اللي حنا كنتناولوها. انا بغي نشير وكما ذكرتي يعني اول الناس كيبداو يعانيو منه بزاف خاصه في فصل الخريف
وفي فصل فصل الشتاء حنا كيف ما كنقولوا هذوك الغدد اللي غلوند سيباسي اللي كاينه عندنا في البشره ديالنا حتى هي بعض الاحيان خاصه اذا كانت الحراره منخفضه حتى هي كتدير واحد المساله نقدروا نسميوها ليبرناسيون، يعني حتى هي كتقدر تقريبا بمعنى انها كتنقص حتى من ديك الافرازات ديالها. وخاصه حنا كنزيدوا وكنكثروا عليها بالمواد اللي حنا اللي كنستعملوها لي برودوي ديكابون اللي حنا كنستعملوه بعض المرات بعض الانواع ديال لي شامبوان اللي كيكونوا شويه خاص حنا الذات، بعض الملونات اللي حنا كنستعملوها، يعني بعض الحوايج اللي هي كيماويه اللي حنا كنقدروا نستعملوها. بالاضافه الى كما ذكرنا باش نهضروا على بعض الممارسات العادات الطبيعيه هي في بعض الاحيان مثلا من بعد واحد اليوم مرهق متعب يعني ما كاينش محسن باش الانسان يرتاح كيدور ياخذ واحد الدوش بالماء سخون. غير هذه المساله هذه هذا الخطا هذا يعني كيقدر يتسبب لنا في هذه النشوفيه ديال البشره. يعني اول نصيحه اللي نقدروا نمشيو فيها في هذا الاتجاه هي اننا حنا ننصحوا السيده والساده لانهم يحاولوا ما امكن ان الدوش ديالهم يكون اولا يكون بواحد الماء اللي هو دافي ماشي سخون، يتفاداو السخونيه ديال الماء كتعطي النشوفيه في البشره من بين المؤثرات الحويجات اللي وعاوتاني كاين حتى المده الزمنيه اللي كندوزوها في الانسان غيدوش 10 دقائق ماشي هي ساعه الا ربع باش كندوزو فواحد المده طويله فهنا بطبيعه الحال كنزيدو كنقربو للنشوفيه. غتسمح لينا لانه كيتطرح مشكل دكتور عبد الخالق الرمضاني مثلا ملي كنتكلموا مع المستمعه دابا اللي كيسمعونا كتقول لك بالنسبه للرجال ساهل 10 دقائق كتكون كافيه، ولكن بالنسبه للنساء ومع الشعر ديالهم كتقول لك راه غير الشعر بوحدو كيخصو واحد الوقت. نو هي غيزون دو بلوس لانه حتى الشعر هنايا خاصه ملي كيكون بشره ناشفه وهذه بالنسبه للصحه حتى بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من البشره المدمه فحنا اول حاجه هذيك الغدد شنو كتفرز لنا؟ كتفرز لنا واحد الدهنيات والشعر كيكونوا دايرين بواحد البروتينات يعني واحد الماده مواد اللي هي في حقيقه الامر نافعه وبروتكتريس يعني واقيه للبشره ديالنا للشعر نتاعنا. هذاك الشيء علاش خاصنا نتفاداو بالعكس ان داك الغسيل اللي كيكون يوميا نقدروا ندوزو انه واحد المره في الاسبوع اللي كيكون داك الغسيل ديال الشعر بداك الشكل يوم، اما في باقي الايام كيكون جوست دي سوا واحد الحاجه خفيفه يعني حتى الكميه ديال الماء كتكون اللي كنكبوها وحتى الحراره كنبغي نركز بزاف على الحراره ديال الماء اللي حنا كنكتبوا. إذا هما جوج ديال الحوايج مهمة بزاف، تكلمنا على الحرارة درجة الحرارة ديال الماء، وتكلمنا أيضا على الأنواع ديال الشامبوانات اللي حنا كنستعملوا، يعني هادو زوج ديال الحوايج اللي كيخصنا نحرصوا عليهم مزيان ونردوا لهم البال باش ما كيتسبوش المشكل ديال النشوفية. التقدم في السن دكتور عبد الخالق الرمضاني عنده علاقة بالنشوفية مثلا بالنسبة للنساء خصوصا أو حتى الهرمونات؟ هي بطبيعة الحال يعني حيت كما ذكرنا كاين مسائل اللي كتكون مسببات داخلية كاين مسائل اللي عندها علاقة حتى مع التغذية ملي كتكون وحنا كما كنعرفوا يعني فاش كننقصوا من الخضر من الفواكه من الدهنيات الطبيعية اللي خاصة النباتية يعني ملي كننقصوا من هذه المصادر من الكمية ديال الماء اللي حنا كنشربوه ما نساوش ان حنا فاش كنهضروا على ليدغاتاسيون ديال البشرة ما نساوش على ان الأهمية ديالها أكثر هي كتكون من الداخل وهنا كنقول من الداخل يعني بشرب الماء بمواد مضاده للاكسده بمواد اللي هي نافعه اللي مغذيه حتى البشره نتاعنا باش حتى كتمكن حتى ديك الغدد ديالنا باش كتكون الافرازات ديالها متوازنه وطبيعيه. هي بطبيعه الحال يعني هي التقدم في السن ديال البشره هنا حيت هنا حتى السن ديال البشره في بعض الاحيان كاين اللي كيكون عندهم مثلا البشره ديالهم من ناحيه السن ديالها بحال كتقدم كتكبر قبل من الناس في نفس السن. ربما كاين الناس اللي كتلاحظ عندهم انه بداو عندهم تجاعيد كبر واحد السن والناس اللي في السن ديالهم نيت كيقدروا يكونوا باقيين تعطلوا ما بانوش عندهم يعني السن يعني البشره ولا السن ديال البشره يكون يختلف من شخص لشخص. وانا كذلك بغي نشير حتى ربما باش كنهضروا على بعض الاستعمالات ولا بعض المواد المستعمله من بينهم حتى بعض المواد الطبيعيه فراه كاين واحد الاختلاف كبير يعني من ناحيه التفاعل ديال البشره ديال كل شخص مع واحد نوع معين من
من الزيوت النباتيه مع من الاعشاب النباتيه من الزيوت اساسيه اولا من معواد مواد اخرى تقدر تكون طبيعيه تقدر تكون كيماويه. فالاختلاف والتفاعل ديال البشره مع هذه المواد هذه فكيكون كيختلف من الانسان للانسان. نعم، وهنا غنجاوبوا على السؤال ديال سعاد. بالفعل دكتور عبد الخالق الرمضاني، سعاد اللي كان وقع ليها انه ربما شي سيده كتعرفها او لا، ما شاء الله ديك السيده الوجه ديالها صافي بزاف، فاش سولتها سعاد قالت لها بلي كتستعمل فقط الزيت البلديه وموافقه للوجه ديالها، فسعاد دارت نفس الشيء، قالت بمجرد ما استعملت الزيت البلديه بانوا عندها القشور في الوجه ديالها وعطاتها حتى حكه، فقالت لك واش المشكل واش في النوع ديال الزيت اللي هي استعملات ولا، وكتقول لك شنو النصيحه اللي تعطي بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ناشفه، اش من زيت كيتوالم معاهم؟ هي يعني باش نمشيو بالترتيب، هي زيت الزيتون كتبقى ممتازه كاين احسن منها. علاش كاين الناس اللي كتعطيهم بعض المرات حكا دكتور؟ هي هذاك الشيء علاش حنا في الاستعمالات خاصه ديال البشره يعني كنصحوا السيدات والساده على انهم يبداوا من الاستعمال ديال هذيك الحاجه اللي غادي يستعملوها في الكود ديالهم. اي كنقولوا في المرفق، جربوها في المرفق ديالكم قبل ما تستعملوها على وجهكم. بطبيعه الحال باش ديك الساعه كنشوفوا كيفاش البشره غتفعل، لان حنا كما قلت لك حنا متفاعلين وحنا ما عارفينش اشنو هما الحويجات اللي كتوافقنا اشنو هما الحويجات اللي ما كتوافقناش. هنا بطبيعه الحال هنا زيت الزيتون كاين ناس اللي كتمشي معهم، يلا ذكرتها دابا، فاحنا البشره ديالنا مختلفه من الانسان للانسان، والمساله اللي غادا توالمني انا ماشي بالضروري هي. بطبيعه الحال كاين واحد المسائل يعني بحال تقول شي دي جينيراليتي، ولكن ماشي بالتاكيد، لان الحاجه اللي كتوالم الجار ديالي ولا الاخ ديالي ولا الاخت ديالي فهو بالضروري غادي يناسبني انا. هذاك الشيء علاش ما دامنا ان يكون كل انسان يعني بواحد الخلطه ديال الزيوت الاساسيه ديال الزيوت النباتيه ديال المواد اللي غادي تعاوننا باش تنقص لنا من هذيك النشوفيه ديال لا ديال البشره ديال الشعر. هنا بطبيعه الحال كنكونوا دينا على اعتبار هاد النصائح اللي احنا ذكرناهم في الاول اللي هما بساط اللي كيبقوا هذوك عامين. نعم، طيب شنو باش نقدروا نصحوا في اول الوصفات ولا الخلطات دكتور رمضاني بالنسبه للمشكل ديال النشوفيه؟ يعني شنو هما المواد اللي نقدروا نستعملوهم واللي كيتعتبروا فعلا فعالين في هذا الباب هذا؟ هي ربما يعني في اللي كانت دار على تجارب استعملت بزاف العالم، كنا كنسمعوا بالزبده ديال الكاريتي. اذا زبده الكاريتي الزبده ديال الكوكو ولا حتى ديال الكاكاو. أيه. ولكن اللي في جميع المناطق اللي عطات نتائج مزيانه الزبده ديال المونك. الزبده ديال المونك متوفرة عندنا يلقاوها بدات دابا بدات كتوفر، لان في واحد الوقت راه زبده الكاريتي كانت قليله ولا زبده الشيخ، حتى شفنا الافارقه وكذا ولاو متوفره دابا عند الافارقه بزاف. وهنايا بطبيعه الحال كذلك كيبقى يعني باش نمشوش على هاد الحويجات اللي صعيب المتناول ماشي بالضروره يكونوا في المتناول ديال الجميع، ولكن نقدروا نخدموا بزيوت نباتيه اللي كاينه عندنا في المتناول. نبداهم بالزيت ديال لافوكا، زيت ديال سميتها زيت ديال اللوز. زيت لافوكا، زيت اللوز، زيت ديال الارغان، زيت ارغان، زيت الزيتون اللي هو زيت العود. وهنا بطبيعه الحال مزيان ان احنا نفكروا كذلك نضيفوا ليه بعض الزيوت الاساسيه ربما اللي كيناسب النوعيه ديال الشعر كيبقاو يعني بالترتيب على حسب كذلك هنا اللي متواجدين. كيبقاو عندنا الزيت ديال العطرشه خاصه لاغوزا، الزيت ديال الاساسي ديال الخزامه وخاصه لافيرا لونغوستيفوليا، وبطبيعه الحال يعني الزيت ديال الازير كذلك حتى هو يقدر يناسب الشعره اللي كتكون ناشفه. زيت ديال الخزامه لانه عنده واحد مهدئ، وبالتالي كنقص حتى من الكميه ديك حيت كما كنعرفوا داك ملي كنقولوا البشره ناشفه فهنا بطبيعه الحال يعني كتكون عندها واحد الضعف، كتكون ضعيفه، كتكون متعرضه لواحد العدد كبير من المشاكل. فهنا زيت ديال الخزامه بالاضافه الى انها مهدئه فهي كتبقى كذلك يعني كتحافظ لنا على الوقايه تاع البشره نتاعنا.
نعم. طيب غادي نمشيو هاد المره للسؤال ديال اسيا، كانت وصلت معنا من فاس دكتور رمضاني. اسيا في عمرها 30 سنه، الوجه ديالها والشعر دهنيين مدمين، ولكن الجسم ديالها كامل ناشف، فكتسولك هنا هي شو ممكن دير في هاد الحاله هادي؟ وهي شارت باللي البشره ديالها كامله كانت مدمه من بعد الحمل والولاده، لاحظت باللي الوجه ديالها بقى مدم ولكن اللحم ديالها ولا ناشف، فهي قالت بلي كتستعمل كريمات كتاخذهم من الفارماسي اولا، ولكن بغات تعاون بمواد اللي هي طبيعيه، فشنو تقدر تستعمل؟ هنا المساله في ديك النصائح اللي عطينا في الاول، خاصنا نعرفوا على ان احنا ملي كنبقاو كنستعملوا يعني بعض الحويجات اللي في بعض الاحيان كيقدروا يكونوا بدون اي استشاره ولا بدون بي اللي يقدروا ما يناسبوش البشره ديالنا، راه كاين احتمال ديال ان البشره ديالنا تعرض وتخلف، يعني تكون عندنا البشره ناشفه ومع قوه ما احنا كنستعملوا بعد الموت، ولا عندنا يبقوا غاز ربما أو لا العكس. هنا بطبيعة الحال يعني ملي كان استحضروا الاستعمالات ديال بعض الحويجات الطبيعيين، خاصة في هنا في الحالة ديال الأخت، فهنايا نفس الخطة مثلا هنا ربما تناسب اللي هي مهدئة وكدير أدابتوجين كيليبرون ديال البشرة نتاعنا اللي هي الزيت الأساسي ديال القرشة، بالإضافة إلى الزيت ديال لافوكا اللي يقدر يناسب لنا لا 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 سميتو الانواع ديال البشره بجوج، مع اخذ بعين الاعتبار شنو هي الحويجات اللي كنستعملوهم للبشره ديالنا للشعر ديالنا للوجه ديالنا للبيت ديالنا. وهنا مزيان ان حتى النوعيه ديال ذاك لو صابون اللي حنا اللي كنستعملو سوف يكون بواحد الخيار اللي يكون يناسبنا، مزيان ان حنا نفكرو واحد النوي اللي كتكون سيغ غاس، بمعنى هنا اللي كتكون باش نشرحوا هاد سرغاس، ملي كنصوبوا واحد سوشي صابون فبطبيعه الحال كتكون عندنا واحد المساله اللي كنسميوها لا سابونيفيكاسيون، بمعنى انك تخلط الزيت مع داك الماء بالتواجد ديال واحد الماده غالبا كتكون هي الهيدروكسيد دو سود. هنا بطبيعه الحال يعني في نهايه الامر ملي كنحصلوا على داك الصابون ديالنا كتكون ما بقاش لا زيت لا هيدروكسيد دو سود لا ما، يعني كيبدا واحد داكشي تجانس وتخلط، ولكن في بعض الاحيان حنا كنكون هذا اختيار ان حنا كنحاولوا نخليو واحد الكميه ديال 5% ولا غالبا ما كنحاولوا ما نتجاوزوهاش، انه غادي تكون عندنا الصابون ديالنا مدم بزاف 5% ديال الماده الزيتيه اللي هي شيطه، باش كتخلينا من بعد هذاك الحمام أولا داك الدوش كتخلي لنا البشرة ديالنا كتبقى مدمة. هنا كذلك كاينة هذيك النصيحة اللي كنا كنعطيو على أن حنا في الوقت باش كنكونو كنستعملو مثلا شي حاجة اللي فيها صابون، مزيان أن حنا نفكرو في واحد الملعقة ولا جوج ديال الزيت اللي كنستعملوهم للبشرة ديالنا وحنا باقيين في وسط البان. وبطبيعة الحال يعني وحنا خدينا بعين الاعتبار على أن حنا الحراره خاصها تكون ديال معتدله ناقصه، على حتى البشره نتاعنا راه هي كتعاني من هذاك التغيير المفاجئ ديال 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 الحراره، معنى ان احنا كتكون في واحد الدوش كتكون سخون وتخاخن بخار خارج، ومن بعد منه مباشره كتخرج لواحد الحراره اللي كتكون تقدر تكون منخفضه. هنا بطبيعه الحال يعني هذيك كيدينا ولا كيقربنا بزاف للنشوفيه ديال البشره نتاعنا. نعم. طيب شنو اكثر الزيوت اللي كتقدر تفيدنا دكتور رمضاني وحنا في وسط الماء، يعني اللي نقدروا ندخلوها معنا مثلا للدوش، وكيف ما قلتي احنا في وسط الدوش نستعملوها، شنو الزيوت اللي كتنفعنا في هذه الحاله؟ كيف ما ذكرناها مثلا حتى بالنسبه للشعر، اييه ذكرنا بالنسبه للشعر مثلا في الشامبوان ديالنا احنا مزيان ان كنضيفوا زيوت، اييه نقدروا نضيفوا زيوت باش نحافظوا عليها، حيت للاسف بعض المرات كنبقاو كنحاولوا ما امكن ان احنا ما تبقى حتى شي حاجه في البشره ديالنا، هي البشره ديالنا كما الشعر ديالنا كيديروا واحد المجهود باش كيديروا واحد الافرازات واحد الفيلم تقريبا بروتيكتور ولا واحد الطبقه كتحمي الدهنيه اللي كتحمي لينا، فاحنا كنحيدوها في ذاك الدوش كنبقاو مضاربين باش كنديكابيوها باش كنحيدوها، وهذه كيعرض كيضعف لينا البشره تاعنا، وفي طبيعه الحال كيعرضنا للحالات بحال الحاله ديال النشوفيه ديال البشره وكل المضاعفات اللي كتقدر ترتب عليها. هنا
بطبيعه الحال يعني من بين احسن الزيوت النباتيه اللي غنقدروا نستعملوها. كاين عندنا زيت الزيتون اللي كتبقى من بين الزيوت اللي هي رائعه خاصه بالنسبه للناس اللي كيتحملوها، كتبقى يعني كذلك الزيت ديال اللوز، زيت ديال الارغان حتى هو ديال التجميل حتى هو من بين الزيوت اللي هي رائعه اللي كتبقى بالاضافه الى ذلك مهدئه، وحنا كنعرفوا نحتاج البشره فاش كتكون ناشفه كتكون مهيجه كذلك يعني كتكون معرضه بعد المضاعفات، فهذه كتبقى من اضافه الى بعض الزيوت اللي بالاضافه عندها واحد القيمه حتى تغذيه البشره، منها مثلا زيت ديال لافوكا اللي كتكون مصدر ديال واحد العدد كبير من المكونات اللي منهم حتى شويه ديال الفيتامين سي، حتى واحد المواد مضاده للاكسده. وربما هنا شكرت انا قبيله الزبده ديال المونك، الزبده ديال المونك علاش؟ لانه بين على انها فيها واحد العدد كبير ديال المكونات ما فيها كتفيد النشوفيه. الثمن ديالها في المتناول دكتور الرمضاني؟ ربما الثمن ديالها غادي يكون شويه اغلى من الزبده ديال الكاريتي بحكم على ان حتى العرض ديالها لحد ما كاينش العرض. اييه واخا غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى هذه المره، ناخذوا معنا فاطمه الزهراء على الخط من مراكش، ناخذوا غير السؤال ديالها ونرجعوا من بعد باش نجاوبوا عليها. صباح الخير فاطمه الزهراء. صباح النور حفاظ. اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ الحمد لله مرحبا. شكرا على هذا الموضوع بزاف. العفو مرحبا بك. بارك الله فيك. السؤال ديالي اختي عفاف الدكتور. اييه. هو عندي وليد عنده 7 سنين. ومني كانت عنده 6 شهور هو كيعاني من شوفيه ديال الجلد في المفاصل ديالو. اييه. في الكنيات ديال جلداتو ديال رجيلاتو ديال عنقو. لين ديتو عند الطبيبه وخرجت ليا شامبوان. اييه. وكريم بعد الحمام. اييه. وعات عليه الماء سخون حكان بزاف ديال الحوايج. اييه هادشي اللي تكلمنا عليه في البدايه ديال الحلقه. فوالا. دابا المشكلة اللي طرحي ليا من قبل ما كانش عنده، دابا ولا عنده هو في المقعد ديالو. اييه. ديما كيتشكى من الحكة. نعم. انا في الاول شكيت في الحنيشات، المهم ما كاين لا حنيشات لا والو. السؤال ديالي للدكتور شنو نقدر ندير له تما؟ شي طبيعي شي شنو نقدر نعمل له تما باش ما يبقاش كيعاني من هذيك النشوفيه؟ اييه واخا ان شاء الله واخا نجاوبوا على اسئلتك فاطمه الزهراء، وشكرا لك الف شكر تواصلتي معنا من مراكش. غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين دائما معاكم، خليكم معنا. لبستوا التونيات صبر ديالات واجدين تيليشارجيتو لابليكاسيون؟ ايوا ما عليكم غير تسجلوا على تطبيق كوتشين باش تشاركوا في اول سباق 7 كيلومتر كونيكتي ديال انوي. اون جوغين سيشن مفتوحه للجميع، حتى نتوما اجيو تجريو وتستمتعوا مجموعين وتربحوا العديد من الهدايا. موعدنا يوم 14 اكتوبر، واجدين تيليشارجيو جريو وربحوا. تسجلوا على تطبيق كوتشين متوفر على اب ستور وجوجل بلاي. انوي معكم كل يوم. صحة وسلامة من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. ودائما معكم أوفي أنا في برنامج صحة وسلامة. دكتور رمضاني كنا قبل فاطمة الزهراء كان سؤال ديال خديجة من فاس، باش ما يحسبش لا بلي رحنا نسينا السؤال ديالها. لالا خديجة كان عندها مشكل ديال النشوفية في العين، هذه المسألة راه كان ضروري خصها تشوف عليها أخصائي في طب العيون، وفعلا هكذا دارت وقالت بلي وصف ليها دوك الدموع الاصطناعية باش العين ديالها ما تبقاش ناشفة. المشكل اللي عندها دابا هو النشوفية في الوجه، زائد مشكل آخر ديال الشعر الزائد اللي كيكون في المنطقة ديال اللي كنسميوها ديفي ولا المنطقة اللي كتكون فوق الشارب. المشكل اللي واقع عليها أن في كل مرة كتحيد الشعر كتقشر هذيك البلاصة بزاف وكتهيج وكتنشف، فكتقول لك شنو تقدر دير في هذه الحالة؟ نعم. هنا كاين جوج الحوايج بحال ما ذكرتيهم مختلفين، هي الاولى هي بالنسبه للنشوفيه ديال العين هذا تخصص بوحدو طب العيون. اي فعلا راه متبعه معاه طب العيون وربما حتى الطب الداخلي. اي يقدر يكون عنده علاقه بشي مرض هنا شي مشكل يكون مشكل اخر. مي النشوفيه ديال البشره هنا في الاقتراحات ديالنا حنا كعلم مسائل مكمله اللي نقدروا نمشوا بها وما هو طبيعي، فاحنا بطبيعه الحال يعني كاين بعد من بالنسبه للبشره يعني ذكرت على ذكرنا واحد العدد كبير ديال انواع ديال الزبده، نقدروا مثلا مره مزيان نحن نفكروا بعض الانواع ديال لي ماسك اللي كيكونوا يعني رائعين شرا. اذا نعطيو الماسك شنو المكونات ديالو؟ علاش قلنا كنتنسى مثلا الاهميه ديال الغسول ولا الغسول اللي نبغي نشير ليه هو اغلب الاحيان يعني هذوك لي ماسك اللي كنستعملوا واحد المده كبيره
واحد العدد كبير ديال الحالات يقدروا يتبعوا لينا في المساله العكسيه يعني يقدروا يشوفوا لينا ولكن باش كنصوبوهم مثلا غاسوم مثلا مع واحد المواد يكون في بعض المرات مثلا في شي مناسبه ولا مساله دوريه ولو انه هذا اللي غادي نتقص دابا يقدر يكون غالي ولكن في نفس الوقت مغذي ورائع اللي هو غسول ونفس الكمية ديالو كتكون مع لافوكا يعني يكون ثقيل هنا بطبيعة الحال هذا الخليط هذا كنضيف ليه شي زيت نباتي نباتية زيت نباتية اللي كتبقى تستعمل هي زيت أرغان في هذا الخليط هذا ولكن مكناش لأن كنقدرو نستعملو زيت ديال لافوكا اللي عندنا زيت الزيتون كذلك حتى هو دم يعني نفس المقدار تقريبا ديال الغسول ديال ديال الزبده ديال الكاريتي كنضيف لهم واحد جوج ثلاثه معلقات ديال زيت نباتيه بطبيعه الحال هادو كيبغيو واحد زبده الكاريتي غادي نضيفوها مع لافوكا ولا هذا ماسك اخر بوحدو او اللي نقدروا نضيفوهم بثلاثه مثلا الغسول مع لافوكا هكذاك فخوي او كذلك حتى الزيت زبده الكاريتي لا نقدروا نستغناو على لافوكا ونديروا زبده الكاريتي زبده ديال الكاريتي ولكن نقدروا نديروهم حتى بثلاثه ومعهم شي زيت نباتي كما بحال زيت ارغان زيتون وهنا بطبيعه الحال هادو كنحركوهم بواحد شويه ديال الماورد مثلا نخلطوها شويه ماورد وهادو بالنسبه يكون عندنا واحد الوقت ديال الاعتناء بالوجه ديالنا ولا حتى بالذات ديالنا هادو نقدروا نمشيو حتى بوغ ديزونفلوبمون وهنا بطبيعه الحال يعني هنا باش كنزيدوا روعه لهاد هاد الخليط نضيفوا ليه بعض الزيوت الاساسيه وكيبقى ربما احسن زيت اساسي اللي كيبقى في هاد الحاله هذه هو الزيت ديال العطرشه وخاصه بيلارغونيوم غوزيوم ولا جيرانيوم غوزا هاد يعني غير واحد بالنسبه للوجه واحد جوج ولا ثلاثه نقاط مخافين هذه كيمكننا يريح ريحنا يريح البشره نتاعنا وكيمكنها كذلك باش تعاود تلقى شويه داك التوازن ديالها لا من افراط كيرجع لي التوازن وهنايا هذا ماسك نقدروا نديروه مثلا مره في الشهر يكون كافي مره في الشهر مره في الشهر جوج ولا جوج مرات في الشهر يعني يقدر يكون كافي واش كنخدموش كما تذكر كما دائما كنصحوا السيدات خاصه السيدات على انهم يفكروا ان يكون على الاقل واحد اليوم اللي هو ديالهم ديال الاعتناء لانه هنا تنساش هي السيده الكوزينه تنسى لانه كوني انانيه غير شويه كوني انانيه بعد المرات شويه مسألة مهمه باش تديها في راسك باش كديها في راسها وحتى من الحال يعني هنا كيكون عندها واحد العدد كبير ديال التاثيرات النفسيه اللي حنا دائما كنقلبوا عليها في بعض الاحيان ديال كنقول لها واحد النهار كوني انانيه يكون عندك هنا راه معناها الايجابي وانت المفهوم ديالها الايجابي يعني ماشي نساي ماشي الجهات الدار الزوج العائله نعم غير واحد الوقت خذيه لراسك لانك ايه. عندك تكوني محتاجه باش تكملي لانه حتى هما محتاجينها نعم بطبيعه الحال ومحتاجه هي راسها بعدا يعني تكون هي الاهم في هذاك الوقت هذا بطبيعه الحال ومن بعد منه يعني حتى في الغسيل ديال من الاحسن اذا كانت الامكان ديال ان هنا انها تغسلوا واحد الماء للحراره ديالو شويه منخفضه او على الاقل بشويه ديال الماء دافي وحتى داك الغسل ديالو ما كيكونش بداك الشكل اللي هو انرجي فهنا بطبيعه الحال يعني كنتيجه مباشره من بعد هذاك كتكون عندنا واحد البشره هي ان بو ساتيني واحد البشره اللي كتكون لامعه كتكون تخلصات من واحد العدد كبير جميع الشوائب اللي كتكون فيها بالاضافه الى ذلك على انها كتمكنها باش كتعاود تلقى ديك التوازن ديالها اللي كيبقى اول حاجه فيها هو انها نقصات شويه من ديك المنشوفين نعم اذا نعاودوا المكونات مره اخرى دكتور رمضاني قلنا غادي ناخذوا الغسول مع لافوكا هكذاك فخوي بنفس الكميه قد كنضيفوا عليهم اما زيت ارغان كنقدروا نزيدوا حتى اما زيت زيتون وكنضيفوا مثلا زيت لافوكا وكنخلطوهم بما ورد وهذا كنستعملوه كماسك قلنا جوج ديال المرات او من مره حتى جوج المرات نعم وممكن نضيفوا حتى زيت الاساسي ديال العطرشه نعم الا كان متوفر طبيعي الحال متوفر الزيت الاساسي ديال الخزامه تا هو الخزامه نعوضوه اييه بطبيعه الحال اللي كان عندنا زيوت اساسيه اخرى من برهان بعد السيد الاستاذ يقدر بالنسبه للوجه نعم تقدر تكون عندهم ما كيعرفوا ما يديروا بها مثلا السونطال البوم ولا البوا دو سونطال اللي هو واحد العود ماري زيت ديال العود القماري او لا لوغيس نوبيليس لوغي نوبل اللي هو الورقه ديال سيدنا موسى هادو حتى هما كذلك زيوت اساسيه اللي كتبقى رائعه الا كانت السيده ولا كتعاني كذلك من بعض المشاكل مثلا بحال
بحال دي زاكني ولا شي حاجه بحال مثلا تقدر تستعمل معهم بعض واحد النقيطه ديال الشجر الشاي اولا بالنسبه لبعض السيدات اللي كتكون عندهم حالات معينه بحال مثلا مرات داك المشكل اللي كيذكرنا ديال الجيفي فهنا بطبيعه الحال هذاك الخليط نقدروا نضيفوا ليه واحد النقيطه الزيت الاساسي ديال السلميه خاصه السلميه السكلاي اللي داك الديتيربينو اللي فيها كيلعب دور عنده جوج الادوار من المنظف وكذلك كيعطي ديك التوازنات حتى من ناحية الأمومية ديال البشر. واخا بقى سؤال ديال خديجة من فاس بالنسبة للسيدات مثلا اللي كيكونوا كيعانوا من السرطان كيكملوا الحصص ديالهم ديال الشيميو كيرجع الشعر لأنه كنعرفوا خلال هذيك الفترة ديال العلاج يعني الشعر الشفار الحجبان ما كيبقاوش قالت أنه من بعد ما كملات الحصص الحمد لله الشعر خلف رجع خلف ولكن ماشي بديك الكثافة اللي كان بها قبل مثلا الإصابة بالمرض وقبل العلاج فدابا الشعر خلف ولكن خلف ضعيف وناشف واش ممكن تساعد مثلا ببعض المواد الطبيعيه هذه كتسور على الحاله ديال شي سيده من العائله ديالها هي بطبيعه الحال يعني في هذه الحاله هذه يعني لا فحال كتكون مثلا واحد تشبهها في هذه الحاله باعاده البناء نعم هنا في التغذيه في الحالات في هذه الحالات هذه خاصه كتبقى هي الاساس لانه كنحاولوا نعاودوا نمكنوا الذات ديالنا من جميع المكونات الصحيه اللي كتحتاجها الذات تاعنا بطبيعه الحال هذا هو احسن توقيت اللي كان لقاوه باش كنعاودوا نلقاو عادات غذائيه صحيه ديال بصح لان الذات في هذا الوقت هذا كتحتاج مصادر مهمه ديال الزنك ديال الانواع ديال الفيتامين ديال الحديد ديال جميع المكونات اللي كتحتاجهم الذات ديالنا باش تحاول تبني باش تقاد البشره تاعنا باش تقاد الشعر تاعنا يعني هذه هي الاهم اهم كتبقى كما ذكرت هما تغذيتكم متوازنه متكامله متنوعه يعني كتقيس في جميع المكونات الغذائيه والمصادر نتاعها بالاضافه الى ذلك مزيان ان احنا دي باش كنبوستي باش كنعطيوه عنايه خارجيه كنضيفوا بعض المكونات اللي كتكون طبيعيه هنايا بسيطه هنا بطبيعه الحال يعني هنايا مزيان ان احنا نستعملوا مثلا واحد الخليط يعني ما نساوش الاهميه ديال العسل كاستعمال خارجي خاصه على البشره يعني مثلا اللي هو يحفز لنا البشره تاع ولا الفرو ديال الشعر يعني كاين الزيت الاساسي اللي كنا ذكرناه ديال الازير ربما الناس كيستعملوهم بالزيت الزيت ديال الزعتر هو اللي محفز ديال البشره ولكن اللي فعال اكثر هو زيت ازير ماشي الزعتر وخاصه زيت ازير اللي فيه واحد النوع ديال السيتون واحد هاد الفيربينون فهو اللي كيكون يعني رائع في هذا الاتجاه ونحن كما كنعرفوا المغرب ديال المغرب غني بهذا الزيت الاساسي هذا فنضيف منه واحد جوج لثلاث مثلا يعني العسل الزيت ديال الزيت اللي في المتناول ديالنا ولو انه كيبقى الزيت ديال لافوكا هو اللي كيبقى ديال العفوان ديال الزبده ديال المونك اللي كتبقى رائعه ولكن ما كيمناش لانه واحد الخليط ديال الزيت المؤلف كاين في المتناول ديالنا نفس المقدار مع شويه ديال العسل مع الزيت الاساسي اللي حنا ذكرناه فهادو كيبقاو من بين الحويجات اللي هما بحكم المكونات ديالهم فهما كيعطيو هذيك اللي كيعاودوا البرو ديال الشعر كتعاود تلقى ديك التوازنات ديالها بطبيعه الحال اللي احترمنا ما ذكرتش في الاول المصادر الغذائيه المتنوعه المتكامله الصحيه ضروري انها تكون حاضره عندنا في هذا لونتربريز ديالنا. فاطمه الزهراء من مراكش اتصلت بينا الولد ديالها في عمره 7 سنين، قالت ملي كان في عمره 6 شهور بحال بزاف ديال الوليدات كيعانيوا من المشكل ديال النشوفيه، كانت عنده في المرافق في الركيبات ديالو وفي العنق، كاين وليدات اللي كتبان عندهم على شكل قشره بعض المرات كيكونوا حبيبات اللي هما رقاق وصغار وناشفين بزاف، فهي قالت ملي كتستعمل له واحد الكريم من بعد الحمام لانه كان شافو الطبيب وخرج لها، يعني حتى نوع ديال الشامبوان اللي غتبقى تستعمله مع كريم اللي كتستعمله من بعد الغسيل، المشكل اللي بان عنده دابا قالت بلي المخرج ديالو حتى هو عنده فيه نشوفيه وعنده حتى مشكل ديال الحكه هي شكات في الاول بحال بزاف ديال الولادات يقدر يكون عنده مشكل ديال الحنيشات ولكن ما كانش هذا هو المشكل لان راقبات ولقات هذا المشكل ما كاينش فكتسولك النشوفيه في هذه المنطقه هذه دكتور الرمضاني كيفاش نقدروا نتعاملوا معها هنا بطبيعه الحال يعني مزيان هنا واحد بالنسبه للاطفال ولا بداهم من الرضاعه
من الرضاع هي يعني كتكون عندنا داك الهاجس ديال ان حنا المحافظه على النقاء ديالهم على الرائحه ديالهم، وبالتالي شنو كتكون كنلاحظوا لانه كيكون واحد الغسيل كثير، وبعض المرات كيكون مبالغ يعني طبعا المرات كنلقاو مثلا شي رضيع ولا شي طفل اللي كيقدر يغسل حتى جوج مرات اليوم بالمواد اللي شامبون بالصابون بكل شيء. وهذه مسائل اللي هي غير منصوح بها. مزيان الغسيل، مزيان ان احنا المده كما ذكرت باش نحافظوا حتى على ليغاتاسيون ديال لابو، وهذه مساله اللي كنبغي حتى هي نشير ليها. فراه مزيان ان احنا يكون عندنا واحد الاتصال كذلك، واحد ولو واحد المده صغيره في اليوم، يعني احنا يعني شحال ما غسلنا يدينا مثلا، غسلنا وجهنا وهنا بطبيعه الحال مثلا بالنسبه لنا احنا يعني ذاك الوضوء خمسة مرات، فهو كذلك هذه من بين الحويجات اللي كتعاوننا. وليدغاتاسيون ديال الخارجيه ديال البشره ديالنا خاصه ملي كتكون بواحد الحراره اللي هي بسيطه، كتكون بواحد المده زمنيه اللي هي قصيره. فنفس الشيء بالنسبه للطفل، فمزيان ان احنا نغسلوه بواحد الوتيره، ولكن نتفاداو الاستعمال المفرط ديال ديك لي برودوي اللي حنا كنستعملوهم، ونعوضوهم ببعض الحويجات. علاش لا؟ حويجات طبيعيين، وكيبقى حويجات طبيعيين يعني كيناسبوا اكثر الاطفال والرضع، وخاصه ملي كنهضروا على انواع ديال الزبده ديال الزيوت النباتيه. ربما احسن مثلا بالنسبه ليه مثلا زيت ديال الارغان، زيت الارغان يعني في زيت الارغان يعني حتى الزيت ديال اللوز. هادو الزيوت اللي معروفين عليهم انهم يناسبوا بزاف البشره ديال البيبي، خاصه ولا ديال الطفل اللي كيكون 7 سنين 5 سنين 4 سنين، يعني في هاد المده الفئه العمريه. معروف عليهم انهم كيناسبهم مزيان، وكيمكن لهم باش يتخلصوا من هذيك النشوفيه اللي كتكون غالبا تسمح بهذاك اللي ذكرنا غسيل المكون في المواد. وفي سؤالي هو خاص بالاطفال دكتور مارينا، غنستغل الفرصه وغادي نسولك لانه كان سؤال ضروري كيتسناو بزاف ديال الامهات الاجابات عليه. كانت ذكرت فاطمه الزهراء كانت في الاول تخوفات باللي الوليد عنده مشكل ديال الحنيشات، والحمد لله بان عنده غير مشكل ديال النشوفيه وعطيتيها الحل. كاين امهات مثلا بحال واحد الحاله ديال واحد الام كانت سولاتنا عندها بنيتها في العمر ديالها عام وست شهور فيها المشكل ديال الدويدات او الحنيشات، فشنو كدير هاد الام؟ كتستعمل ثومه صغيره مع دوك الفصوص ولا الدريسات ديال الثومه مع الزيت البلديه، وكتعملهم على شكل تحاليل او قبيلات. فهاد المساله واش صحيه او لا؟ واشمن بديل؟ انا بطبيعه الحال يعني انا نفضل على انه تكون الثوم يقدر تكون كنعطينا طرق لان التربع ديالنا يقدر يتناولوا الثوم بواحد يعني واحد الاسبوع ما هو كتحميله كسبوفر مع الطفل. قدروا يتسبوا لنا في بعض الحالات، قدروا يتسبوا لنا في بعض الحالات ديال الالتهابات ديال لامارج انال. وهنا بطبيعه الحال هنا فاش كيكون هاد الالتهابات، خاصه على انك نعرف اللي نبغي يعني الثومه راه حاره يعني باش نستحضروا هاد المساله هذه، فهي المخرج ديال الطفل راه عنده نفس التركيبه تقريبا كالفم، يعني اي حاجه غتقدر تحرقنا في الفم ديالنا فهي كتقدر تحرقنا حتى في هذيك المنطقه. وبالتالي يعني خاصه عند الاطفال عند الرضع يعني نحاولوا نتفاداو هذا التصرف، ولكن نقدروا نعوضوه. مثلا هي فعلا التوم يعني عندها هذه الخاصيه ديالها لانها يعني طارده لبعض الحنيشات، ولكن اللي كان التساؤل اللي كنبغيو نحطوا على قضيتنا هو انه راه فاش كتكون مثلا واحد العائله فيها اربعه الاشخاص وكنلقاو الطفل هو اللي كيعاني من هذا المشكل، راه غالبا يعني واحد الاحتمال كبير على ان راه جميع الافراد ديال العائله كيعانيوا من نفس المشكل، ولا ربما الصحبه ديال هذاك الطفل في المدرسه ولا في الحضانه ولا شي حاجه بحال كتا هما كاين عندهم نفس المشكل. يعني هنا مزيان ان احنا نفكروا واحد العلاج جماعي ديال العائله. ودابا كاين الحمد لله كاين مواد كاين طرق اللي هي بسيطه اللي كاين ادويه اللي في المتناول واللي عندها واحد الفعاليه كبيره واللي فعاليه عندها موضعيه يعني في الامعاء ديالنا اي ما غتاثرش اي وكان من الاحسن ان تاخذها العائله كامله. انا بطبيعه الحال كنلقاو هذوك المنسمات كنلقاو مثلا الثوم كنلقاو
كيبقى الحبق يعني ولا واحد الزعتر، هادو كاملين حويجات اللي كيعاونوا لنا باش كي تفادي مثلا الحويجات اللي كيكونوا اللي كتكون عندهم واحد الحلاوه زائده اللي كتقدر تقلب الماء ديالنا، يعني واحد العدد كبير ديال حتى النظام الغذائي حتى هو كيكون يعني كيقربنا اولا كيبعدنا من الامكانيه ولا الاحتمال ديال الاصابه بهذا المشكل اللي تصاب بها. من ضمن الاسئله اللي وصلتنا ايضا دكتور علي خلق الرمضاني، هو بالنسبه لبعض الناس عندهم زيت اللوز مثلا ولكن ما كيعرفوش واش حلو ولا مر، كيفاش نقدروا نفرقوا بين زيت اللوز الحلو وزيت اللوز واش نقدروا غير في الشكل مثلا غير بالعين نقدروا نفرقوا بيناتهم او لا؟ هو you